نظم أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل مبادرة جولاننا بيجمعنا بالتعاون مع مؤسسات سوريون تأكيدا على التمسك بالأرض وإعادة الأعمار والحياة إلى القرى التي طالتها يد الصهيونية، حيث ضمت المبادرة نشاطات رياضية وتوزيعا لحقائب مدرسية وجولات تعريفية على المنطقة في قرى بريقة وبير عجم والقحطانية. لنا هدف كتير كبير بعد 10 سنوات حرب وبعد انتصاراتنا الكبيرة اللي صارت على أرض الجولان والإرهاب الأسود، قدرنا بقوة جيشنا العربي السوري نزيح هاي الغمة السوداء عن هالأرض هاي الجولان. فهي أول فعالية بتصير لنثبت للعالم ولنثبت للعدو الصهيوني إنه نحن شعب حي وهذا الشعب عمره ما بيموت. وهي الفعالية من الفعاليات اللي كنا نعملها قبل 10 سنين على فكرة، كنا بالأعياد القومية بالأعياد الدينية كلها كنا نجي لهون ونعمل هيك فعالية كبيرة، بس أنا اليوم اللي شفته هذا التصميم والإرادة عند شعبنا كان كتير أذهلني وكتير حبيت هالتجمع اللي صار، أثبتنا للعالم إنه نحن لا موجودين وأرض الجولان جولاننا والجولان جولان بيجمعنا كلياتنا. هي عاداتنا وتقاليدنا هون، وهي الفعالية مشان تشجع العالم إنه جود تشوف تراثنا وتشوف شو مين نحن وشو نحن بشكل عام. نحن مانا متراجعين، إن شاء الله النصر قريب بإذن الله. هذا التجمع مشان أرجوهم، بس نحن وين وهنن وين مع كل هالخراب والدمار والتجمع العالمي ضد سوريا؟ إن شاء الله نحن راجعين. خلال الفعالية تم التأكيد على أصرار جيل الشباب لضرورة التمسك بالأرض حتى تحقيق السلام الشامل وعودة كامل الجولان المحتل إلى السيادة الوطنية وإنهاء وجود الاحتلال الإسرائيلي.